السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان عادة معكم ميدان موقع محترف في الشرح. درس اليوم سنشاهد مع بعض يعني كيفية إنشاء حساب بنكي على النتلر، كذلك كيفية إرسال طلب للحصول على الكارت الخاص بك، كيفية تفعيل حساب إلى غير ذلك. شاهدنا إحنا من قبل يعني عندما تعود إلى موقع محترف الشرح ستلاحظ أننا قد عرضنا من قبل كيفية الحصول على في شرح 55 مجال فتح حساب بنكي بأمريكا وحصول على الماستر كارد، ويتبعه الشرح 12 يعني الجزء الاول والجزء الثاني. تعرفنا مع بعض يعني على بنك البايونير هو بنك امريكي كما سبق وقلت يعني في الشرح، كيفية انشاء حساب، كيفية تفعيل الحساب، كيفية ارسال طلب الحصول على الكارت. يعني كما تلاحظون سبق واريتكم الكارت، يعني هذه الكارت الاول وهذا الكارت خاص باخي يعني، وهذا الكارت الثاني الكارت الخاص بي. المهم درس اليوم سنتعرف على كيفية إنشاء حساب في النتلر. وأنا كنت مقبل يعني في سنة 2010 كنت قد تعاملت مع هذا البنك، يعني بنك رائع ورائع جدا، لكن بعد ذلك لم أعاود ولم أكرر التعامل معه إلى حين قراءتي إلى أحد المقالات يعني على الإنترنت، والتي تفيد بأنه قام بتفعيل ميزة رائعة ورائعة جدا، يعني قام بتفعيلها منذ مدة، لكن الحقيقة أنا فقط تعرفت عليها يعني في الأيام الفارطة. لذلك قررت أن أقوم بشرح هذا البنك لكم، خاصة يعني عندما نقارنه ببنك البايونير فهو يعتبر أسرع وأسهل في الاستعمال، الحماية يعني نظام الحماية الخاص به أقوى. لكن المشكل في بنك النتلر يعني إن كنت تتعامل مع المواقع الربحية مثل موقع على سبيل المثال مثل موقع أدفلاي، موقع أدفلاي يدعم الدفع مباشرة إلى كارت البايونير الخاص بك، لكن موقع نتلر لا يدعم هذه الخاصية. مقارنة يعني كما سبق وقلت بنشد الأشخاص الذين يتعاملون مع بعض المواقع الربحية يمكن أن يجد كارت البايونير أفضل. لكن بخصوص هناك كذلك شيء آخر أعجبني بخصوص سحب الأموال، يعني مثلا بكارت البايونير عندما تقوم بسحب الأموال فإن الضريبة تكون مرتفعة ومرتفعة جدا، في حين أن بنك النتلر ليه كذلك يوفر لك أكثر من ميزة للدفع، يعني سنتعرف عليها كلها. أول شيء عندما تقوم بالدخول إلى الموقع تضغط على جوين فور فري. بالنسبة لمن يريد يعني مثلا يريد شراء استضافة إلى غير ذلك، يريد إنشاء إشهار على الفيسبوك أو على الجوجل، يريد فتح حساب يعني لا أعلم على الأيتونز، يريد تفعيل كذلك الباي بال، سنشاهد ذلك في دروس قادمة، أو يريد مثلا يعني فتح حساب ناشر أو ببلشر على الأندرويد على متجر الجوجل، فإن كارت النتلر ستساعده كثيرا وكثيرا. المهم يعني لن أطيل كثيرا في التعريف، بالنتلر سأترك التعريف كتاب، يعني عد إلى الدرس إن كنت على اليوتيوب فقط لست على الموقع، عد إلى الدرس ستجد العديد من ميزات النتلر والعديد من تعريف أكثر بالنتلر. المهم أول شيء ستقوم بإدخال الإيميل الخاص بك، يعني هذا الشرح لاحظوا معي، يعني أنا سبق وتحصلت برو إكسبلين، أوكي سبق كما سبق وقلت سبق وأنشأت حساب على النتلر، لكن فقط أقوم بالشرح من أجلكم. ثم تختار البلد من هنا يعني، ثم بعد ذلك تختار الريجن يعني صح التعبير المحافظة أو الولاية لاحظ، ثم ديزاير أكونت كويس، هذه الخاصية أو هذه الميزة عندما تقوم باختياره فإنك لا تستطيع تغييره أبدا 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 إلى حد كيسة. من الأفضل يعني الأورو بالطبع، إن أردت عملة أخرى يعني تستطيع اختيار عملة أخرى، سأختار أنا بالنسبة إلي سأختار الأورو، ثم تضغط على واصل. حاضر، الآن بالنسبة للإعدادات لاحظ معي هذه كلها إعدادات الخاصة بحسابك. أكرر أنا حقيقة بعد درس البايونير تعجبت إلى عدد الأشخاص الذين يعني سألوني أرسل الإيميل ويت يعني يعلموني أن هناك خطأ، يعني لاحظ معي أنا أقوم بالشرح على موقع النتلر، يعني إن طبقت حرفيا ما أقوله فإن عملية التسجيل ستمر بنجاح. يعني إن كان هناك خطأ قبل أن تراسلني تأكد وتأكد وتأكد أن العملية تمت بنجاح. كذلك هناك يعني ملاحظة أخرى، من الأفضل الابتعاد يعني مثلا نفس
العنوان بنفس العنوان تنشئ أكثر من حساب. من الأفضل ابتعاد عن ذلك، خاصة يعني برك النتلر صعب جدا في التعامل معه، خاصة في الحماية. يعني كذلك إياك وفتح حسابك عن طريق بروكسي أو RDP، فإن بمجرد تقوم فتح حسابك بالبروكسي فإنه سيتم غلقه تلقائيا، ولن تستطيع إعادة فعل إلا بعد الاتصال بالبنك وإعطائهم أجوبة الخاصة بالأسئلة التي قمت يعني سنشاهد كيفية إدخال أسئلة لو إعطائهم تلك الأسئلة. المهم first name يعني الاسم، على سبيل المثال لا أعلم يعني قلت لا أحبذ التسجيل مرة ثانية، لكن يعني سأقوم بالتسجيل بإعدادات أو بيانات غلط خاطئة صح التعبير. مثلا على سبيل المثال سأختار أوكي، سأقوم بالتسجيل بأحد بيانات أصدقائي. أوكي first name يعني اللقب بتاعي بالطبع، ثم street address يعني الستريت ادرس او عنوانك الشارع الذي تسكن فيه الى غير ذلك. اوكي ثم السيتي المدينه مثلا معي، ثم البوست كود يعني الترقيم البريدي، ثم كانتري بريماري فون يعني هاتفك الاول، وهنا تستطيع اضافه هاتف ثاني. ساقوم بادخال رقم يعني احد الاصدقاء شيء، ثم سكس او الجنس ان صح التعبير ذكر او انثى، ثم تاريخ الميلاد يعني حقيقه لا اعلم تاريخ ميلاد صديقي، لذلك ساقوم بادخال اي تاريخ يعني، ثم ساقوم بالغاء هذا الحساب. كريت باسورد، عمليه انشاء الباسورد يجب عليك رقم وحرف يعني حرف كبير وحرف صغير، مثلا كهذا المثال لاحظ معي هذا المثال حبيبي لاحظ هكذا. اوكي مثلا ساعطيكم مثال من عندي، مثلا هكذا حرف صغير ارقام وحرف كبير، المهم ان يتواجد حرف كبير وحرف صغير. ساقوم يعني بانشاء مثلا ثم ساكرر الباسورد. الآن سنقوم باختيار الأسئلة الشخصية، وهي أسئلة هامة وهامة وهامة جدا. يعني من الأفضل إن كنت شخص يعني ينسى كثيرا، من الأفضل إثر الانتهاء أن تقوم بكتابة تلك الأسئلة وحفظها مثلا في يعني في حافظتك مثل ما أفعل أنا، أو مثلا حفظها في هاتفك الجوال، لكن من الأفضل حفظها وتركها في مكان لا يمكن أن تتغير، لأنك كما سبق وقلت الموقع يعني صعب بالنسبة للحماية فهو صعب. في حالة أخطأت ودخلت يعني من بروكسي آخر أو قمت بإدخال إعدادات خاطئة فإن حسابك سيغلق تلقائيا ولن تستطيع تفعيله إلا بعد الإجابة على هذه الأسئلة. كذلك هناك باسورد لا تستطيع تغييره إلا بعد الإجابة على هذه الأسئلة. مثلا فافوريت أوتر يعني سأدخل اسمي. أوكي شوز سيكوريتي كويشن يعني السؤال الثاني، name of first love لا أعلم. أوكي select الآن السؤال الثالث name يعني تختار الأسئلة إلى غير ذلك. المهم سأقوم يعني بالنسبة لمن لا يتقن الإنجليزية سأقوم mother maiden name يعني الاسم الثاني للأم، first pet name الاسم أول حيوان يعني، favorite school teacher المعلم الذي تفضله، favorite actor الممثل الذي تحبه أو شيء، name of first love يعني حبك الأولاني، name of best childhood friend يعني صديق الطفولة أحسن صديق في الطفولة، name of elementary primary school يعني بالنسبة ل يعني صح تعبير المدرسة الإعدادية أو اسم المدرسة الإعدادية صح التعبير، first concert attended يعني أول صح إن لم أخطأ يعني أول حفلة قمت بالذهاب إليها، and childhood hero يعني بطلك البطل يعني هذه كلها ثقافات أجنبية لا أعلم نحن كنا نملك childhood hero. المهم childhood hero يعني البطل بطلك أو بطلك عندما كنت صغير مثلا سوبرمان أو باتمان أو أي شيء مثلا أنا أسمي في أسأل لو explain، ثم تضغط على وصلح معي. هذه كل الاعدادات ساكرر شرحها سريع وسريع للاعدادات، اريد من العمليه الاولى ان تمر
عملية التسجيل بنجاح. الاسم، اللقب، الاسم، العنوان كما تلاحظ العنوان هنا، رقم هاتف الجوال، الجنس ان كان ذكر او انثى، تاريخ الميلاد، الباسورد كما سبق وشرحته، ثم الاسئله الحمد لله قمت بشرحها كلها، ثم تضغط على وصل. ننتظر قليلا يعني ما تضغط على وصل قم بضغط اي شيء، ستبقى هكذا النافذه، ثم سيتم التحميل، ستبقى لمده ثانيتين او ثلاث ثواني ثم ستبدا عمليه التحميل. يعني هناك شيء قد قمت بالخطا او لا كما تلاحظون معي، يعني من الافضل عندما تقوم بالضغط على واصل لا تقوم بتغيير اي شيء كما تلاحظ هنا الاسئله، ويعلمك انه عليك تذكر هذه الاسئله. يعني كما سبق قلت قم بتسجيل هذه الاسئله واجوبتها، كرر الاسئله واجوبتها، لانه عندما تقوم بطلب تكرار او طلب تغيير كلمه سر او ارسال كلمه سر، فانه لن يعطيك سؤال، فقط سيعطيك اختيارات السؤال، انت تختار السؤال وتختار اجابه مرتبه، هذا السؤال الاول، السؤال الثاني، السؤال الثالث مرتبه. في حال قمت بادخال هذا السؤال في المرتبه الاولى وهذا في الثانيه فانه لن تمر العمليه وسيبقى حسابك مغلق. سجلها هكذا، قم بتسجيلها هكذا على ورقه، او قم بارسالها الى الايميل الخاص بك يعني كي لا تضيع. المهم ثم نضغط على وصل، في حال اردت تغيير تقوم بالضغط على ايديت، في حال لم ترد تضغط على وصل. كما لاحظتم يعني عندما تقوم بالضغط لا تفعل اي شيء، فقط اضغط وانتظر، لان عمليه تحميل الصفحه يعني تاخذ القليل من الوقت. ننتظر قليلا. اوكي، الان اعدادات الاكونت اي دي وسيكيور اي دي، كذلك اعدادات هامه وهامه وهامه جدا، يعني من الافضل كذلك ان تقوم بتسجيلها، لان هناك مثلا على سبيل المثال عندما تقوم بدخول الى حسابك تستطيع الدخول عبر يعني الايميل، او تستطيع الدخول عبر الاكونت اي دي او السيكيور اي دي، حتى في حال قمت يعني تم اختراق ايميلك او يعني قمت بتغيير ايميل. كذلك هناك اعدادات اخرى، ما هي هذه الاعدادات؟ هذه الاعدادات هي اعدادات داخل البنك الخاص بك ان صح التعبير، يعني لا تستطيع تغييرها الا بعد ادخال يعني الاكونت اي دي او السيكيور اي دي. ساقوم بتسجيلها هنا مثلا على سبيل المثال، لاحظ معي. المهم ثم تم الانتهاء من عمليه تسجيل الحساب، ثم what do you want to do now؟ يعني اول شيء put money into my account او view my account. سنضغط على view my account لنعلم كيفيه تفعيل هذا الحساب. انتظر قليلا. بالنسبه لمن يريد يعني تسلم اموال، هناك شخص مثلا تملك احد افراد العائله، تملك احد الاصدقاء، تاكد انه عندما تقوم بالبحث ستجد، يعني تاكد عندما تقوم بالبحث ستجد، تبحث عن احد الاصدقاء يعيش في الخارج او احد افراد العائله يعيش في الخارج وتريد ان يقوم بارسال الاموال اليك، تستطيع استقبال الاموال حتى في حاله لم يتم بعد تفعيل حسابك. تفعيل الحساب لماذا؟ لانه بعد تفعيل لماذا نحتاجه؟ لان بعد تفعيل الحساب تستطيع ارسال طلب الحصول على الكارت الخاص بك، يعني يصلك في المرة الأولى الكارت، ثم بعد أسبوع أو 10 أيام يصلك البين كود، ليس مثل بايونير يعني أنت تختار البين كود، لا، يصلك الكارت ثم البين كود. ما هو البين كود؟ البين كود هو يعني الكلمة السر التي تقوم باستعمالها عند الموزع من أجل استخراج الأموال. المهم سأعود إلى هذا إلى هذه الطريقة، تضغط على verified، حط معي، ثم تختار من هنا ما الذي تريد، اي شيء يثبت، اي شيء يثبت مكان السكن، يعني اي شيء يثبت مكان السكن. من الافضل اما اكرر من الافضل اما الباسبور او الجوفرمنت اي دي، يعني بطاقه التعريف الوطنيه. ان كنت تملك باسبور فذلك محافظ جدا، لاننا كما نعلم الباسبور الخاص بك اما بالفرنسيه او الانجليزيه. ان كنت تملك يعني ان كنت تملك باسبور تمر الى مرحله الجوفرمنت يعني اي دي، يعني تقوم بادخال ايدنتيفيكيشن نمبر يعني وهو رقم الاي دي، تقوم باكسبيري ديت. بالنسبه لمن بطاقه التعريف الخاصه به يعني تكون تحتوي على وقت الانتهاء، نحن في تونس لا نملك هذا الشيء، يعني نقوم بالغائه. ثم شوز فايل 1، ما هو الفايل 1؟ فايل 1 سأختار يعني نفس هذا الفايل 1، الوجه، وجه البطاقه.
الفاير تو خلف البطاقة كما تلاحظ back of front of document و back of document. يعني لا تقوم لتسألني أخذ صور بالآيباد بالآيفون بلا أعلم بماذا تذهب إلى أول. إن كنت لا تملك سكانر في منزلك تذهب إلى أول مركز عمومي للإنترنت تعطيه البطاقة يقوم بأخذ يعمل سكان للبطاقة يقوم بإرسال البطاقة إليك عبر الإيميل ثم تقوم بإدخالها هكذا تذهب تختار البطاقة يعني وجه البطاقة بعد اختيار وجه البطاقة تضغط مرة ثانية وتختار خلفية البطاقة. أكرر سؤال أستطيع يعني تصويرها عبر عبر الآيباد أو عبر ما لا أعلم إذا لا أريد سماع هذا السؤال. يعني العملية سهلة تقوم بالذهاب كما سبق وقلت إلى مركز عمومي وتقوم بعمل نسخ. إن كنت يعني تريد تفعيل حسابك في دقائق يعني في ساعات معدودة إن صح التعبير على سبيل المثال حساب الفارت الذي قمت بإنشائه تم تفعيله في مدة 4 ساعات يعني في 4 ساعات قد قمت بتفعيل الحساب. لماذا؟ لأنني صح تعبير يعني أتعامل معه باحترافية. البنك طلب منك يعني بكل لطف أن ترسل له بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بك أرسل له نسخة بمجرد أن ينظر لها يتعرف عليها. يعني لا هو شخص يعني لا يريد أن يقوم بقراءة يعني بالتثبت أو أي شيء. لاحظ مثلا الأمثلة التي يعطيها إليك لاحظ أي كلمة تريد قراءتها فإنك تستطيع قراءتها. يعني لاحظ هذه الأمثلة أوكي حبيبي يعني تقوم بإدخال تقوم كما سبق وقلت Identification Number وهو رقم بطاقة التعريف ثم تقوم بالفاسوان كما سبق وقلت الوجه الباك وتقوم بالضغط على Upload Files. بعد الضغط على Upload Files سنلاحظ مثلا على سبيل المثال لا أعلم لا أريد إدخال يعني كما سبق وقلت. المهم بعد عملية رفع الملفات تضغط على Upload Files بعد ستأتي مرحلة Submit Files يعني تأكد من أن قمت من إدخال الأوراق يعني الصور الصحيحة ثم تضغط على Submit Files. الآن في حالة وتنتظر يعني لمدة ساعات في حالة أردت استلام الأموال فإن العملية غير مرتبطة بتفعيل حسابك فإنك تستطيع استلام الأموال. تذهب إلى Net Plus كارد او نت بلس كارد تضغط عليها انتظر اوكي. هنا نت بلس بريبايد ماستر كارد هذا بعد تفعيل حسابك سنلاحظ ذلك يعني في تكملة للشرح ان شاء الله غدا او بعد غد. المهم يعني بعد تفعيل حسابك بعد ان تقوم بارسال بطاقة التعريف ويتم تفعيل حسابك ستضغط على get a plastic card. ما الذي تسمح لك هذه البلاستيك كارد يعني فقط اردت استلام البلاستيك كارد فهو فقط من اجل ان تقوم باستخراج الاموال من الموزع في الشارع من اي موزع اموال في العالم تستطيع استخراج اموالك يعني هذا فقط ما الذي ستسمح لك به. في حالة اردت استلام اموال بعد استلام الأموال أردت شراء أشياء على الإنترنت مثلا كما قلت شراء على الفيسبوك على الجوجل لا أعلم أي شيء تضغط على Get a Virtual Card ثم وتستطيع إضافة أكثر يعني تستطيع إضافة بعد تفعيل حسابك تستطيع إضافة 5 كارتات نت بلس تختار العملة بالنسبة لهذا الكارت كارت نيم للتفريق مثلا ستختار هذا الكارت ستقوم باستعمالي فقط لشراء الإشارات من الجوجل تقوم بإطلاق عليه اسم جوجل أو تقوم بإطلاق عليه اسمك أو أي شيء مثلا سأطلق عليه بروكت فقط للتفرقة بينهم ثم نتلر سيكور اي دي يعني تقوم بالعودة لهذا الرقم الذي قمنا به تحصل عليه وتضغط ثم تضغط على سبميت أوكي تضغط تم إنشاء الكارت بنجاح كما تلاحظون تم إنشاء الكارت بنجاح. الآن مرحلة استلام الأموال كيف أستلم الأموال يعني تستطيع استلام الأموال يعني كما سبق وقلت عبر المواقع الربحية التي تتعامل معها والتي تدعم خاصية التحويل إلى النتلر أو عبر النت عبر الماستر كارد الخاصة بك. وكيف ذلك؟ تضغط هنا على الخضراء تضغط ثم هذا الرقم
وهذا الرقم بالنسبة لاستلام الأموال، وهذا الرقم يعني تاريخ انتهاء الكارت وتاريخ إن صح التعبير ورقم الكارت تقوم بإعطائه لأي شخص يملك ماستر كارت عالمية أو يستطيع يعني ذهاب إلى بنك عام. بالنسبة للأشخاص يعني الذين يملكون كما سبق قلت أصدقاء أو أفراد عائلة يعيشون بالخارج، تعطيه هذا الرقم، وهذا الرقم هو بالتالي بعد ذهابه إلى البنك الذي يتعامل معه بمجرد إعطائه هذا الرقم وهذا الرقم فإنه يتم إرسال الأموال إليك، يعني المال الذي سيقوم بإرساله ستستلمه. ومن الأفضل يعني أن تقوم إن صح التعبير ألا ترسل أقل، يعني أقل سقف للإرسال هو 15 أورو، يعني لا تقوم بإرسال أقل من 15 أورو فإن عملية الإرسال سترفض من قبل بنك النتلر إن صح التعبير. بالنسبة بعد استلام الأموال وأردت شراء أي شيء من الإنترنت، ما الذي تقوم بفعله؟ ما الذي يهم؟ يهم الآن يهمك هذا الرقم كالعادة وتاريخ انتهاء الصلاحية والسي في سي، يعني أو السي في في أو مثل ما تقع عليه اسم السي في في، المهم أو رمز تحقق من الأمان أو رمز الأمان، يعني دائما يتكون من ثلاثة أرقام. تقوم بإدخال هذا الرقم وهذا الرقم وهذا وتاريخ انتهاء الصلاحية وتستطيع الشراء. ثم هناك طريقة أخرى ماني إن، يعني كيف هي طريقة الماني إن؟ يعني تقوم إرسال الأموال عبر تحويل بنكي. يعني لاحظ معي هناك الكثير بالنسبة تستطيع يعني فيزا كارد فيزا إلكترونيك ماستر كارد هذا بالنسبة للتحويل الوقتي يعني في نفس الوقت، وهنا يعني نسبة الضريبة إن صح التعبير. يعني لاحظ معي هنا بالنسبة للفري يعني كاشيو كذلك تستطيع استعماله. هنا بالنسبة لمن يستعمل تحويل البنكي، تحويل البنكي يعني ليس بالضرورة لا يعني أنه مثلا من جزائر المغرب أو تونس أو مصر أو البلدان العربية، لأن أغلب البلدان العربية لا تستطيع عبرها استلام إرسال أموال إلى الخارج، لكن تحويل البنكي يعني تقوم بكتابة الرقم الذي ستتحصل عليه. كما تلاحظون أقل شيء هو 22 أورو، تكتب مثلا على سبيل المثال 25 ثم تضغط على واصل، ثم سيعطيك معلومات، تلك المعلومات تعطيها لشخص ما يعيش بالخارج، وذلك الشخص سيقوم بالذهاب إلى البنك ويعطي نفس الورقة، نفس هذه الورقة. يعني في حالة الشخص الذي أردت التعامل معه يعني لا يملك ماستر كارد عالمية أو لا يستطيع إرسال أموالك أو يعني أي شيء لا أعلم، أنا بالنسبة للطريقة الأولى فهي أسهل طريقة بمجرد إدخال الرقم، كما أن يعني معلومة صغيرة أغلب البلدان العربية تملك في الشارع نوع من الموزع، تقوم بإدخال الكارت الخاص بك في ذلك الموزع أو المال، يعني يقوم بإدخال المال في الموزع، ليس استخراج المال، يقوم بإدخال المال في الموزع، يكتب رقم الكارت الموجود هنا يعني ويكتب التاريخ ويتم الإرسال الأموال. العملية تأخذ بين يوم أو يومين، تأخذ على الأكثر يوم من الأصح صح طبيعي، تأخذ على اليوم أكثر. لكن في حالة التحويل البنكي والذي يتطلب منك أن تذهب مباشرة إلى البنك الذي تتعامل معه، فإن العملية تكون عن طريق يعني هكذا، يعني تقوم بإدخال الإعدادات ثم نهاية كامل هذه الإعدادات أو البيانات تقوم بإرسالها طبعها أو تصوير الشاشة، تقوم بأخذ صورة إلى الشاشة وترسلها إلى الشخص الذي سيقوم بإرسال الأموال إليك. بعد ذلك تقوم بالدخول إلى إستوري، يعني في إستوري تجد يعني بعد أن يقوم ذلك الشخص صح تعبير بإرسال الأموال إليك عبر تحويل بنكي وليس تحويل إلكتروني، يعني تأخذ العملية أقل شيء 3 أيام، وتجد هنا pending يعني statue pending كما الله. بمجرد أن يستلم بنك النتلر الأموال ستجدها يعني قد تم قبول الأموال وسيضاف الرقم إلى هنا. لاحظ معي إلى هنا يضاف الرقم، لكن من الأفضل كما سبق وقلت، أردت فقط أن أريكم هذه الطريقة، لكن كما سبق وقلت يعني تستطيع من الأفضل إرسال الأموال عبر تحويل إلكتروني، وهو أن ترسل رقم الكارت الخاص بك إلى الشخص الذي سيرسل إليك الأموال، وبمجرد أن يقوم بإدخال رقم الكارت يعني إما عن طريق ذهاب إلى البنك أو عن طريق الموزعات التي سبق وقلت أنها موجودة في أوروبا في الشارع، يعني بمجرد إدخال هذا الرقم وفي بعض الأحيان يطلب منه يعني كما تلاحظون تاريخ انتهاء الصلاحية،
ويطلق قنبلة إدخالك على أكثر الرقم. أنا لست متأكد 100% من العملية كيف تتم، لكن المهم أن تقوم بإرسال إليه جميع المعلومات، هذه المعلومات، وهو سيقوم يعني بمجرد إدخال الرقم الأمين ستأخذ العملية بضع ساعات وسيصلك المال على حسابك على الندلر. ثم بعد ذلك سنلاحظ يعني في الدرس القادم كيفية تفعيل حسابك، كيفية بعد تفعيل حسابك كيفية طلب الكارت، بعد تفعيل الكارت كيفية تفعيل حساب باي بول، ثم يعني هذا كل مرتبط بإنشاء حساب على الندلر. في الأخير يعني أدعوكم كالعادة دولة يعني دروس الندلر ما زالت متواصلة كما لاحظتم معي بالنسبة لطلب الحصول على الكارت، ارسال الكارت وتفعيل الباي بول. في الأخير أدعوكم الالتحاق بصفحتنا على الفيسبوك facebook.com/proexplain، قناتنا على اليوتيوب من الأكيد أنك تشاهد زر اليوتيوب فوق الشاشة، لا تبخل واضغط على سبسكرايب. إن أردت كذلك الحصول مباشرة على الدروس ترسل الدروس مباشرة على حسابك على الإيميل، فاشترك في نشرتنا الإخبارية. كما كنت نجم موقع محترف الشرح، إلى اللقاء في درس قادم.